بيان أهالي مدينة طبرق وضواحيها في الوقت الذي يقارع فيه جيشنا البطل الميليشيات الإرهابية عازمون على القضاء عليهم وعلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والعباد. ندعو نحن سكان مدينة طبرق وضواحيها على الالتفاف حول قواتنا المسلحة وقيادتها الحكيمة، وأن نكون الرادع لكل من يريد إثارة الفتن وشق الصف، وأننا مستعدون في حال تأزم الأمر لا قدر الله للتطوع في صفوف القوات المسلحة. فنحن كلنا جنود إذا شعرنا بأن الوطن في خطر، وأكرم لنا أن نموت في ثراها على الرضا بالذل والخنوة وعيش الهوان. وكما قال الشاعر: نحن نحمل أرواحنا فوق راحاتنا ونلقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى. وعليه: واحد، نجدد دعمنا للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. اثنين، ندعو حكماء وعقلاء ليبيا عامة وبرقة خاصة برفع الغطاء الاجتماعي على كل من يهدد أمن البلاد والعباد. ثلاثة، ندعو إلى كل من يتعامل مع حكومة الوفاق على تحكيم ضميره ووضع تضحيات الشهداء نصب عينيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.